النائب علي الساعدي حط ايده، لا يروح بالك بعيد، حط ايده على دائما موضوع اني اقوله هوايه، النواب شعليهم بالخدمات، نواب الشعب، هم مو نواب الشعب هيك يعني بس هم شنو شغلهم؟ نواب الشعب شنو شغلهم؟ تمام؟ المهم هنا النائب علي الساعدي قال الموضوع، والله العظيم ألف رحمة على روح أمك على هذا الموضوع، تمام؟ لأنه أغلب الناس ما تعرف شنو شغل النائب من شغل الجهات التنفيذية البلدية وأمانة بغداد والمحافظة، ما يعرفون شنو شغلهم، وحتى أكو ناس هم نواب ما يعرفون هو شنو شغله، لأنه هاي بيكم. اي والله اكو نواب بيكم. انطوني الفيديو. سيادة الرئيس، اريد من جنابك مخاطبة رئيس الحكومة، عفوا رئيس السلطة التنفيذية، بتأكيد طلبين، هي اختصرها تأكيد على المفاصل للحكومة فيما يخص دور الجهة الرقابية، لكونه هو اصلا ابن السلطة التشريعية، رئيس الوزراء كان نائب وزميلنا محترم. والفقرة الثانية ايضا يتم تنبيه او محاسبة الاشخاص اللي يصير الجهد الحكومي او الجهد السلطوي باتجاه اشخاص تابعين لاحزاب او بما فيهم النواب زملائي، مو اليوم ابو دائرة الفلانية او مدير عام بلدية عنده لازم فلان حزب او فلان نائب يخابره يقول له باكر راح نبلط مثلا بفلان مكان، راح ننزله بالمنصور، يجي علي الساعدي لابس لقاطه ورباطه يوقف وراء الجريدرات تبلط، راح يصير ليش تنسيب؟ ليش ينسب هذا الجهد الحكومي التنفيذي لا الجريدرات على حسابي ولا التبليط على حساب الخلفوني؟ صح. ووراها والله علي الساعدي بلط المنصور، اخويا هذا جهد حكومي دي يقوم به، احنا عودنا العالم انه النائب هاي مو شغله هذا. بخير تعال لسلطه، عفوا داخل قبه البرلمان شرع قوانين، تعال من دورك الرقابي هنا، تعال ضمن اخوتك المفسخ عقودهم، تحويل المدني العسكري، الموازنه، تعال شرع قوانين، قوي الهويه العراقيه، قوي جواز عراقي، مو شغلي اسلب جهود تنفيذيه باتجاه فلان وفلان، ليش؟ للمحسوب، لانه المدير العام حاطيه فلان جهه لازم يخابره، هذا موديل جديد هسه اليوم سياده الرئيس، ثق بالله، اذا شد له محوله يخابر النائب، تعال اوقف راح اشد لك محوله، ليش؟ مو هذه جهودكم يا اخوان، انتم موظفين دوله مكلفين عندكم رواتب بدها تشتغلوها، ليش تنسبوها لاشخاص سياسيين لاحزاب؟ احنا طلب اخير يرجى معرفه الفرق بين العمل السلطه التشريعيه عن السلطه الرقابيه. يجب التمييز. اتفق معك. جيد 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 النائب علي الساعدي، ملاحظه مهمه، بس اوقف، الناس شافوك حكيت بس ما يعرفون اني راح اعطيهم نماذج من هذول الناس اللي دا يستغلون، واللي مثل ما قلت انت صح يخابره لانه هو صاحب فضل عليه على مدير البلديه، يخابره يقول له يابا ترى اني باكر راح يجون يسوون مولده، فهذا يجي النائب طارت شو عليك انت؟ مثل ما قال النائب علي الساعدي، ترى هاي المولده مو مالت الخلفوك يا نائم، لا يا نايم الشعب، هاي المولده مو مالت الخلفوك ولا هاي الشفلات مالت الخلفوك، انت الخلفوك قالوا لك روح صير نائب، الشعب قال لك روح صير نائب، تقعد بالبرلمان مو قاعد لي انت تشد لي مولدات وتسوي براس الدوله، أمانة بغداد والمحافظة يصرفون من ميزانيتهم فلوس وانت تروح تطقطق صور. أشوفكم نموذج من هذول الناس، وهذول نموذج مثل ما أنا قلت، تمام؟ شقد نواب بس راح نفضحهم، بس احنا نريد الجهة المسؤولة عليهم التشريعية تلزمهم تضبهم لو بس قادرين علينا. طوني الفيديو اللي وراه خلي يشوفون من هو هذا. طوني الصوت. المكتب الاعلامي للنائب علي نصيف، تفضل. الرحمن الرحيم. هاك. اليوم احنا في محل 432، طبعا هذه المحل هي محلتي، هذا مو شغلك يعني هسه، بس سؤال سؤال سؤال، وقف للفيديو، يعني هسه تقنعني النائبه
عاليا صيف انه هي راحت جابت هذا التركتر او هذا اللي بلط الاكساء من جيبها الخاص، لو هذا مال امانه بغداد والمحافظه، هذا الزفت والتبليط على راسنا وراس الخلفونه جابتها من بيتهم، لو مال الدوله. وذا نائبه هذا مو شغلك، صحيح قال النائب علي الساعدي هذا مو شغلك، شغل لأمانة بغداد في تاريخ 24/11/21 من سنة 1921 شهر 11 تم تقديم كتاب لأجل تبليط 430 432 434 436. طبعا بعد 430 سوف يكون هناك تبليط ل 432. نهضة بغداد بمتابعة القيادي في تحالف تقدم الأستاذ حيدر الملة، أتت الآليات الآن وسيبدأ التبليط في محلة 638 بالكامل وبمتابعة القيادي في حزب تقدم الأستاذ حيدر الملة، وهذا المخطط هو الذي هاي الآلية مال أمانة بغداد، رجع لي إياها مال المحافظة، إيه أشوفها هاي الآلية يا حيدر الملة، تتذكر ولحد الآن مدير بلدية العامرية يخابر حيدر الملة وهذاك يخابر عاليا صيف. حيدر الملة هسه ما عندك منصب، ليش يومية الصور والطقطق صور انه انت طالع ويا البلدية وتسوي محاولة وتخابر وتسوي، انت شعليك انت دا ترشح للبرلمان، روح اشتغل على قوانين، ترى هذه الناس مو قشامر، ما تقشمرن عليهم بهاي السوالف. هاي من كان بتقدم يستغل منصبه كحزب تابع الى تقدم او كشخصيه تابع الى تقدم، انطوني اللي وراه عبالكم اي نماذج، دا اجيب لكم نموذج. باوع تفضل. رجع لي علي الساعدي، هاي النائبة عالية المساري بالعظمية، جايبين مولدة، خلي لي جايبين مولدة على حساب الدولة وهي طالعة طارت 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 منصورة يا بغداد طارت طارت. احنا قشامر. لما يوصل النائب يعتقد نفسه انه هو لازم يطقطق صور بالشوارع ويطقطق مدري شنو ويقول هذا يبوق جهود الاخرين، يعني هم نائب وهم حرامي، هذا بوق جهود مدير البلدية، هذا بوق جهود مدير امانة بغداد، هذا بوق جهود محافظة بغداد، هذا مو شغلك. فصح النائب علي الساعدي، صحيح هذا الكلام اللي انت قلته صح.